زهرة الحياة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس استثنائيا وين تكون حواراتنا وتحقيقاتنا صحية طبية بامتياز. وهو القائل: شعور الإنسان بجهله ضرب من ضروب المعرفة. العلامة التونسي عبد الرحمن ابن خلدون. تتسويت سومير في جورنال سانتي من توا حتى ل 11 باش يكون مواضيعنا صحيه بامتياز. اجندا سانتي، هم المواعيد الطبيه والصحيه، وما ننساوش شيفر سانتي، هذا واكثر اخر المستجدات الطبيه في كواد نوف سانتي. هذا اللي يستنى فيكم الو دكتور من 11 حتى نص النهار. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على 3W راديو الحياه FM.net، سينو على 93. انتم في الاستماع للاذاعه الوحيده المختصه في الصحه في القيروان. تصبح اهلا وسهلا بكم الناس الكل والحياه تفهم. في العمرية 15 عام فما فوق مصابون بارتفاع ضغط الدم. هذا حديثنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي، هذا اللي كان فادي بيه المكلف بالإشراف على وحدة الأمراض الغير سارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة السيد فيصل السمعلي، بأن معدل الملح في الخبز التونسي غير مضبوط ويتفاوت من مخبزة إلى أخرى، لافتا إن هذا التفاوت في نسب الملح قد يعرض المواطنين إلى الاستهلاك نسبة هامة من هذه المادة والإصابة بأمراض ضغط الدم وقصور الكلوي. وكان زاد أضاف في تصريحه أنه آخر الإحصائيات المنجزة من طرف المعهد الوطني للإحصاء أثبتت أنه 28.7% من التوانسة من الفئة العمرية اللي عمرهم 15 سنة فما فوق مصابون بارتفاع ضغط الدم، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص بهذه الأمراض دون التفطن إليها، مؤكد أنه نسبة مرتفعة وخطيرة حسب تقدير. وذكر أن التونسي يستهلك يومين 12 جرام من مادة الملح، في حين أن المعدل الاستهلاك الطبيعي اللي تضبطه منظمة الصحة العالمية لا يتجاوز 5 جرامات في اليوم الواحد، مشير أن النظام الغذائي التونسي يرتكز على العجين والخبز والسكريات البطيئة، وهو من شأنه أنه يسبب عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب والشرايين. وأشار إلى أن إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أثبتت أن 15.5% من التوانسة من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق مرضى بالسكري، و 29% مصابون بالسمنة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفهم. كونغري ناسيونال دو ميديسين دو ترافاي، هذا باش يكون موضوعنا في أجندا سانتي. أجندا سانتي من تنظيم لاسوسيتي تونيزيان دو ميديسين دو ترافاي، هذا فيما يخص ديزيام كونغري ناسيونال دو ميديسين دو ترافاي اللي باش يكون بالحمامات من تاريخ 20 حتى 21 ماي 2022. باش يكونوا فما دو تيم، تيم الاول ميديسين دو ترافاي كوفيد 19 اليرجي، والتيم الثاني باش يكون اليرجي بروفيسيونيل. وتنجموا تلقاو اليوغا دي وركشوب، اليوغا دي زاتوليي، هذا واكثر، والانتيغراليتي تاع البروغرام باش تلقاو على الباج اوفيسيال فيسبوك راديو الحياه فام اذاعه القيروان للصحه، ومش تلقاو حتى لي كونتاكت بور لي انسكريبسيون. هذا فيما يخص الديزيام كونغري ناسيونال دو ميديسين دو ترافاي، باش يكون من 20 حتى 21 ماي 2022 من تنظيم لاسوسيتي تونيزيان دو ميديسين دو ترافاي باحد نزل الخاصه بالحمامات. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياه تفهم. دقيقه عشره متاع الصباح، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل راديو الحياه تفهم. سونتي 5.0 إذا السكري، هذا باش يكون موضوعنا بعد شويه بارتيك من لحدي حتى نص نهار. طلبتوا الموضوع هذا، كيفيه المداوات العلاج وكيفاش نتلاو بسيق مريض السكري، هذا في الو دكتور. اما قبل في زوم سانتي باش احكي لكم على النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه. توت سويت في زوم سانتي. زوم سانتي
وين دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لإشكالية تأخر صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في صرف مستحقات الصيادلة ولإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على علاقات التعاقدين بين الطرفين. وأفاد النقابة في بيان صدر عنها نهار الخميس 5 مايو 2022 أن تلقات تشكيات من عدد كبير من الصيادلة بسبب التأخير المفرط في خلاص مستحقاتهم لدى الكنام، مما سبب عندهم ضائقة مالية خانقة أدت إلى عجزهم عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه مزودهم في الأجل المحدد. وأشارت إلى أن الوضع أثر بصفة كبيرة بالتوازنات المالية لأغلب الصيدليات، وصار يهدد بصفة شدية في حال استمرار نشاط قطاع الصيدليات الخاصة، مما سينعكس سلبا على كامل القطاع. كانت هذه زوم سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة فم. زهرة الحياة على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.